نشكر مجلس الشعب الوطني على هذا التكريم، وإن شاء الله يكون حافز لكل الرياضة الجزائرية، وإن شاء الله لهذا الفريقين الذين يمثلون هذا العرس الكروي، وإن شاء الله نقول هذا حافز أيضا إن شاء الله صفحة جديدة للكرة الجزائرية، أن تكون هذه كأس الجزائر كأس الروح الرياضة، وإن شاء الله باش تعم السلامة والهنا في كل قطر للوطن.